أفضل أيام الدنيا أيام العشر. روى البخاري عن ابن عباس أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، وأن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. وأهم الأعمال التي تجتمع في هذه الأيام وتتميز بها هذه العشر أربعة أعمال. الأول كثرة ذكر الله عز وجل. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهم. والذكر والتكبير في هذه الأيام مطلق في كل الأوقات، ويضاف إليه التكبير بعد الصلوات من فجر يوم عرفة لغير الحجاج، ويستمر هذا التكبير إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. والثاني حج بيت الله الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنب والفقر، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. والثالث الصيام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم 9 ذي الحجة، وصوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. والرابع الأضاحي، وقد أمر الله بها، فقال سبحانه: فصل لربك وانحر.